تطبيقا لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية ومؤسس الحركة الوطنية للإنقاذ إدريس دبي إتنو لتجار الحركة في أعمال الجمعية العمومية التي انعقدت في 11 من الشهر الجاري والمتعلقة بالتوجه نحو الزراعة والثروة الحيوانية بدلا عن الاعتماد على البترول. وفي هذا السياق التقى أعضاء اللجنة الإدارية للاتحاد الوطني لتجار الحركة الوطنية للإنقاذ مساء أمس بفندق هيلتون لإيجاد سبل لتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية. المناسبة ترأسها الأمين العام للحزب محمد زين بدر عباس. آدم حسن المكاري. إذا شئت سميه احتفالا أو ابتهاجا لبداية جديدة، عنوانها التوجه نحو القطاع الزراعي والحيواني وفق توجيهات قائد سفينة الحركة الوطنية للإنقاذ إدريس دبي إتنو. اللجنتين الإداريتين للاتحاد الوطني لتجار الحركة الوطنية للإنقاذ وتجمع الاجتماعيين والمهنيين وضعا في كفة واحدة في هذا الملتقى المتعلق بتوجيهات الرئيس المؤسس للحركة الوطنية للإنقاذ خلال الجمعية العمومية العادية 6 لمواجهة الاقتصاد العليل في كفة ثانية. محمد سنوسي تكريا رئيس اللجنة التنظيمية لهذا الملتقى أفاد بأن هذا اللقاء هو ترجمة لتوجيهات رئيس الجمهورية ليستفيد منها أعضاء اللجنتين الإداريتين من الناحية الاقتصادية ووضع الأسس للتفكير المتعمق من أجل تحسين تنفيذ أمثل لتوجهات رئيس الجمهورية من ناحية أخرى. الأمين العام للحركة الوطنية للإنقاذ محمد زين بدر عباس في خطابه حث الفاعلين الاقتصاديين والجميع بشكل عام على التوجه نحو القطاع الزراعي والرعوي وتطبيق توجيهات الرئيس المؤسس لحزب البندقية والكدنكة. أما الأمين الوطني لتجار الحركة الوطنية للإنقاذ في خطابه الحماسي عن اللجنتين الإداريتين لاتحاد التجار وتجمع الاجتماعيين والمهنيين أكد جاهزيتهم للشروع في العمل. لا بد من التنويع في أنشطتنا والاستثمار في هذين القطاعين الأساسيين للخروج من نفق الأزمة الاقتصادية. فهيا بنا أيها الرفاق لنتوجه للثروة الحيوانية والزراعة ابتداء وامتثالا لتوجيهات فخامة الرئيس واسترشاداته وتوصياته، ونقول لك يا سيد الأمين العام نعم مستعدون. فإن توصيات فخامة الرئيس أوامر وقراراته مراسيم رئاسية. منابر هذا الملتقى تبدو كبشارة خير وبريق أمل يلوح في الأفق بأن الأزمة الاقتصادية الناجمة عن تدني أسعار النفط يمكن أن ينجلي غبارها بوفاق وطني يبدأ من هنا، فيه الأرض ورزق الأرض لأهل الأرض. إن شاء الله أننا نقوم بكامل همنا من بعد اليوم نجمعنا مرقنا ده نسوي المشاريع بتاع الزراعة وإن شاء الله ينفذوها معنا أخواننا الوزراء القاعدين معنا ورئيسنا في قدامنا، إن شاء الله ذاته يساعدنا زي البلدان التانين. طالما إن شاء الله رئيس الجمهورية أنتانا ديري وادي درب كلير درب وادي إن شاء الله تانية قاعدين نسوي بوليتيكا نشاك دلتا دا مصلا تجارة خاص دا إن شاء الله ما تجارنا أمبس تجارة شديان دا كلك يشوي أزم إني تجارة الأمبس فقنا دا وفقنا إن شاء الله السرعة الحيوانية والأسمعات الزراعة كلك نسوي إننا كلك مستعدين وإندنا نية كلك عندنا مثل الراجل واحد إن شاء الله عندنا نية مثل الله. هذا من كلام رئيس الجمهورية ورادنا نطبقه في الليل والنهار عندنا. وإذا بدا لسائل أن يسأل عمن سيحمل رياح التغيير فكن على يقين بأنه رئيس الجمهورية إدريس دبي إتنو صاحب نظرية الزراعة والثروة الحيوانية. وفي الكلمة التي ألقاها الأمين العام للحركة الوطنية للإنقاذ محمد زين بدر عباس أكد بأن توجيهات رئيس الجمهورية المتعلقة بالتوجه نحو الزراعة والثروة الحيوانية هي المخرج الوحيد للاكتفاء الذاتي. نتابع جزء من هذه الكلمة بترجمة الزميل آدم حسن المكاي. Le retour à l'agriculture et à l'élevage prôné par le camarade président fondateur est bel et bien une nouvelle stratégie pour le développement national. Pour lui, les Tchadiens doivent se العودة إلى الزراعة والثروة الحيوانية التي يروج لها الرئيس المؤسس هي في الواقع استراتيجية جديدة للتنمية الوطنية. بالنسبة لنا نحن التشاديين يجب علينا العودة إلى القطاع الزراعي والرعوي من أجل الاكتفاء الذاتي من الغذاء وأيضا استغلال منتجات الزراعة والثروة الحيوانية.
وأن رئيس الدولة يريد منا الارتجال وتحويل الاستثمار الخاص في قطاع الزراعة. وفيما يخص التساؤلات حول الاستفسارات والقياسات، فإنه بحضور عدد من أعضاء الحكومة وكبار المسؤولين في الوزارات والمديرين التنفيذيين المشاركين في هذا اللقاء وبالأخص التجار، سيتم التجاوب والدعوة إلى الرؤية الجديدة للرئيس المؤسس لإحياء الاقتصاد الوطني القطاع المستهدف. الجميع يتفق في التوجه نحو الزراعة والثروة الحيوانية، ولكن هذا لا يكفي، ويجب على الجميع سواء الوزراء الفاعلين الاقتصاديين والتجار والفنيين في مختلف المجالات العمل معا لترجمة رؤية الرئيس المؤسس على أرض الواقع. وقد تداخل خلال أعمال الملتقى بعض من أعضاء الحكومة حول الطرق والاستراتيجيات الكفيلة بتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية. نتابع. بعد أسبوع واحد بالكمال والتمام عن نهاية أعمال الجمعية العمومية العادية السادسة لاتحاد تجار الحركة الوطنية للإنقاذ، والتي كانت بعنوان تجسيد الخطة الوطنية للتنمية، جاء الدور للتطبيق الفعلي، وذلك عبر وضع النقاط على الحروف واتباع صوت الرئيس المؤسس القاضي بالتنوع الاقتصادي مرورا بالزراعة والثروة الحيوانية، ولبذل الجهد لوضع هذه الرؤية في معزوفة الاقتصاد، وذلك بتعبئة كل فئة المجتمع. لبى عدد من أعضاء الحكومة الدعوة لحضور ملتقى اللجنة الإدارية للاتحاد الوطني لتجار الحركة الوطنية للإنقاذ واللجنة الإدارية لتجمع الاجتماعيين والمهنيين حول توجيهات الرئيس المؤسس. ولأن أعضاء الحكومة دائما ما يكونون على الصورة، قام كل من وزير الاقتصاد والتخطيط التنموي ووزير التدريب المهني ووزير التجارة ووزير الزراعة ووزير المالية بتقديم التوضيحات اللازمة للانطلاق إلى عالم الزراعة والثروة الحيوانية بتداخل كل وزير فيما يخص وزارته. المجال الخاص في الثروة الحيوانية وفي الزراعة فعلا هو مسألة أساسية. المسألة مو مسألة واجب وطني، المسألة واجب وطني، المسألة واجب نضالي، ولكن في نفس الوقت هي فرص للفوائد لرجال الأعمال. وأنتم الآن موجودين هنا، الفوائد بدل ما يكونوا الناس من الخارج يجوا يستفيدوا منها أحسن تستفيدوا منها أنتم. تعد بلادنا تشاد دولة زراعية رعوية بامتياز، بامتلاكها أكثر من 100 مليون رأس من الماشية والأراضي الخصبة لبدء التنمية الاجتماعية والاقتصادية في مختلف المستويات، وأن هذا التوجه الذي سيتم تنفيذه سيجعل البلاد بلدا مصدرا وغير مستورد.